انت مشاركه في المبادره دي، احكي لي بالظبط. اولا مين اللي عرض عليك انك تشاركي وبتمثلي ايه فيها؟ هو عرض عليا الاعداد بتاع الفريق وجم اتكلموا فعلا يعني من خلال ناس اصحابنا يعني، وجم حبوا يتعرفوا على الحاجات اللي احنا عاملينها. انا الفيلد بتاعي شغاله في معدات المطابخ الفندقيه، حلو. فكانت شغاله ايه، مبيعات ولا تسويق ولا ايه؟ لا احنا انا بستورد حاجات من بره بتستوردي؟ وبصنعها هنا في مصر، وفي حاجات بصنعها في مصر وبوزع لكل المنشآت السياحيه المفروض الموجوده في مصر تمام. يعني. فالفيلد بتاعنا شويه يعني اندستري حبه يعني. وانا الحمد لله كان عندي خبره فيه قبل كده كويسه كبيره، وبعد كده انفصلت وعملت البيزنس بتاعي الخاص يعني. فاحنا عندنا المنافسين والشركات المتخصصه في المجال ده حاجات كتيره جدا وكبار جدا. فلما بدات كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه محدش عملها، على اساس انها تضيف لشغلي وفي نفس الوقت تميزه وسط المجموعات الكبيره دي. فبدات اشوف ايه الافكار اللي ممكن ان الواحد يفكر فيها ويعملها، وايه الحاجات اللي المجتمع بالفعل محتاجها. انا بالمناسبه بدات بعد الثوره على طول، وكانت طبعا السياحه كان فيها مشاكل موجوده وكانت الامور مش مظبوطه خالص. فبدات لقيت ان اكتر قطاع هو محتاج شغل هو قطاع الشباب. الشباب محتاجين مشروعات، ومحتاجين مشروعات تبقى مميزه، وكاتيجوري الناس الشباب اللي هم المفروض عاطلين عن الشغل هم شباب اوريدي متخرج من الجامعه ومثقف ومتعلم، فبالتالي هو عايز يعمل برضو مشروعات متناسبه مع دراسته ومع وضعه. مظبوط. فحاولت ان انا اعمل حاجه ريليتد لشغلي وفي نفس الوقت تخدم الشباب ده. فلقيت ان بعد الثوره الكافي شوب والمولات والمشروعات الصغيره دي انتشرت قوي اكتر. فبدات اقول طب انا هعمل حاجات عربيات معينه بشكل شيك وبشكل فيها كل مواصفات الصناعه، وابدا ان انا اوظفها للشباب بشكل كويس وفيها المعدات بتاعتنا وبشكل هيلثي وسيفتي، وشكلها كمان العام يمشي مع الشاب ان هو يبقى واقف فيها. وبالفعل بدات اعمل اكتر من حاجه. برضو طورت مكنه كده كنت استوردتها من بره، وبدات ان انا اعدلها كتصنيع مصري واعمل عليها شغل، وجمعتها في كيوسك وجمعتها في حاجات وبدات ادخل فيها في انت معارض. يعني انت عانيتي او مش عانيتي، يعني انت ما وصلتيش لده بالسهل، لا انت لا جربتي طبعا حاجات كتير قوي بالفعل. وكافحتي وكنتي دؤوبه قوي عشان توصلي جدا لحاجه الحمد حلوه. لله. النهارده يا نجلاء، انت شايفه ايه؟ يعني مبسوطه من التجارب اللي قبل كده على قد قسوتها مثلا جدا معاكي؟ جدا التجارب اللي قبل كده هي قوتني، زودت الخبره بتاعتي، خلتني ان انا ادخل في سهلت لي ان انا ادخل لقطاعات كبيره يعني. اشتغلت مع فنادق ليها اسم ومطاعم ليها اسم. بدات ان انا اطور الشغل بتاعي. دلوقتي بحاول ان انا اشتغل تصدير، وربنا يسهل ان شاء الله. عملت تجربه صغيره كده يعني بسعى ان شاء الله ان انا اطورها يعني. يعني انت نموذج هايل الحقيقه، والشباب دول كان معاهم بجد الحق ان هم يعني يلقوا الضوء عليكي على تجربتك، لان هي فعلا تستحق.